اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، واهلا بكم في اخبار الدولة. يقول واعزائي المشاهدين، ارجو ان نتمنى ان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من قناتنا الدولة. ومعنا مباريات مهمة جدا، مباريات يوم الجمعة 14 فبراير 2020، مباريات قوية، مباراة نهائي كأس السوبر الافريقي ومباراة الاهلي والمصري في الاسبوع السادس. اعزائي المشاهدين، مباريات قوية جدا بين فرق عالمية في يوم الجمعة 14 فبراير 2020. تعالوا نبدأ ونقول لكم مع بداية أول مباراة، هي مباراة كأس السوبر الأفريقي في النهائي. الترجي التونسي يلتقي مع الزمالك في الساعة 6 مساء على بي إن سبورت HD1. وننتقل إلى الدوري المصري، مباراة مهمة وقوية جدا ومؤجلة من الأسبوع السادس في الساعة 8:15، الأهلي يلتقي المصري على أون سبورت. في الدوري الانجليزي في الاسبوع 26، ولفرهامبتون ضد ليستر سيتي على بي ان سبورت HD2. الدوري الاسباني في الاسبوع 24، فالنسيا ضد اتلتيكو مدريد في الساعة 10 مساء على بي ان سبورت HD3. في الدوري الالماني يلتقي بروسيا دورتموند ضد فرانكفورت على بي ان سبورت HD5 في الساعة 9:30. وننتقل الى الدوري الفرنسي في الاسبوع 25، موناكو ضد مونبلي في الساعة 10:45 على بين سبورت HD6. وننتقل أخيرا إلى الدوري السعودي في الأسبوع الثامن، حيث يلتقي العدالة ضد التعاون في الساعة 2:30، الشباب ضد النصر في الساعة 5:25، الوحدة ضد أهل جدة في الساعة 7:25. وأخيرا وليس آخرا، الدوري البرتغالي فيتوريا ضد فيزنتي في الساعة 10:30. الدوري البرتغالي في الأسبوع 21. في الدوري الإماراتي يلتقي في الأسبوع 14 اتحاد قلباء ضد العين في الساعة 4:30. أعزائي المشاهدين، ده كان موعد مباريات يوم الجمعة القادم. نتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. معنا مباريات قوية جدا ليوم الجمعة، منهم مباراة الزمالك والترجي، الأهلي والمصري. نتمنى أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من قناتنا الدولي جول، وتنسوش تدعمونا بلايك. شكرا وإلى اللقاء مع الدولي جول.